مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا. والنهارده بناء على يعني مطلب كل الجماهير بقاله كتير جدا 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 بيطلب مننا بطريقه مش طبيعيه، السينابون. هنعمل النهارده سينابون وهنعمله بطريقته التقليديه خالص من غير اي افتكاسات، لان هي طريقته التقليديه هي احلى طريقه الحقيقه، وهو جميل جدا سهل جدا و ما يعني قريب جدا من طعم الجاهز، يعني من وجهة نظري، فمش من الحاجات اللي بتحسوا ان انتوا ضحيتوا بطعم كتير علشان تعملوها في البيت. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه ونشوف هنعمله ازاي. واهم حاجة طبعا في السينابن علشان يتظبط العجينة، العجينة لو اتظبطت كل حاجة تانية اتظبطت بعديها، لان الباقي كله سهل. عجينة السينابن بتكون عبارة عن ايه؟ 5 كوبايات من الدقيق وثلاث بيضات وثلاث ارباع كوباية من الزبدة الدايبة، عندنا كمان 3/4 كوباية من السكر، معلقتين كبار من الخميرة، كوباية من اللبن الدافي، معلقة صغيرة من الملح. دي كده العجينة. ايه رأيكم يا جماعة نقول مقادير كل حاجة لما نيجي نعملها؟ حاضر. عشان ما نلخبطش الناس. فكده العجينة بس، مش هقول لكم حاجة غير العجينة الا لما نيجي نعملها. الحشوة ساعة الحشوة، الصوص ساعة الصوص، كل حاجة في وقتها. يلا بينا نبدأ بالعجينة اللي قلنا مقاديرها. احنا عندنا هنا الدقيق، الدقيق هحط عليه السكر وهحط عليه الخميرة، وطبيعي ما دام عندي عجينة يبقى لازم هحط رشة من الملح، وهنجيب مضرب سلك ونقلب كل الحاجات دي مع بعضيها. خلوني كده بس ايه اشمر كمي سنة، عشان انا حاسه انه ايه، عارفين الكم اللي ملوش اسوره فما بيمسكش. محتاجين نقلب كل المكونات دي. التقليب ده بيكون ليه اغراض، مش يعني مش كده، مش مجرد يعني ايه بنخطوه وخلاص، لا. والغرض منه ان احنا بنوزع كل المكونات الجافه على بعضيها، فبالتالي بنوزع الملح، بنوزع الخميره، بنوزع السكر، فيبقى الدقيق اخد كل حاجه بالتساوي، ودي خطوة مهمة جدا. ما تنسوش طبعا ان ارقامنا 1710 للاتصال من اي موبايل، و0900 9710 من اي تليفون ارضي، وبنسعد جدا طبعا بمكالماتكم اثناء الحلقة. خلطنا كده كويس قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب كوباية عيارية، وفي الكوباية العيارية هخلط البيض واللبن. انا ممكن استاذنكم في رشه فانيليا او فانيليا سائله، هاخد من الفانيليا السائله اللي عندي وهاتولي غيرها. يلا بينا هحط شويه فانيليا بس، هتخلي طبعا طعم العجينه احلى وهتشيل لي اي زفره للبيض. نشيل الحاجات الفاضيه ونيجي كده بالهداوة نخلط اللبن مع الفانيليا مع البيض. تمام، مش محتاجين يعني نموت نفسنا تقليب، هو بس مجرد يتخلطوا يتمزجوا يعني. تعالوا نشيل كل الحاجات اللي مش محتاجينها دي في الحوض ونرجع نبدأ. هنفتح وهنضيف هنا الدقيق، وعلى الدقيق هنضيف المكونات السائلة ونبدأ نعجن. يلا بينا. Thank you.
عايزة أضيف الزبدة، فهضيف الزبدة كلها وأنا بكلم أم حسن. يا أم حسن أهلا وسهلا. يا أم حسن أهلا وسهلا، ازيك يا شيخ طارق؟ أهلا بيكي يا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا. الحمد لله كله زي الفل. عايز أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك. اتفضلي موريني. أنا خليت الزيتون من يومين وبعدها بيومين لقيت البطرمان بيخر من تحت، أغيره أو طريقته أعمل له إيه؟ أنا خايفة أفتح عليه. ما لهاش حل، ما هو هيبوظ كده، هينشف كده كده. انقليه في برطمان تاني. انقليه في برطمان تاني يا حبيبتي، وأهم حاجة بس البرطمان اللي تنقلي فيه يكون معقم، بس ده المهم. انقليه في برطمان تاني إن شاء الله ما يبوظش ولا حاجة. هنقلب بعد إضافة الزبدة. بصوا اللي حصل ايه مبدئيا، هو انا ضفت شويه ميه كمان. اللي حصل ان عندي عجينه ما بتلزقش اهي، وشكلها منعكش قوي، مفيش اي انسيابيه في شكلها، مفيش اي مرونه، فمحتاجه تتعجن على الاقل 12 دقيقه ربع ساعه، مفيش مشكله خالص، عجنوا براحتكم تماما لحد ما تلاقوها زي كده حته القماش الطريه في ايديكم. فايه رايكم نطلع فاصل يا جيمي اعجن عشان ما نعملهمش دوشه؟ يلا هنطلع فاصل نعجن براحتنا بقى ونرجع نكمل الوصفه، مستنياكم. وفضلت اعجن في العجينه طول الفاصل لحد ما بقت بالشكل ده. مبدئيا احنا هنشتغل بالعجينه، فهنقلع كل اللي لابسينه في ايدينا. يلا بينا. الكاونتر طبعا نضيف، منضفينه علشان احنا هنشتغل بالعجينه على طول عليه، فيبقى لازم منطقي يعني انه يبقى نضيف. ودي العجينه بعد ما اخدت حقها ووقتها في العجن. شايفين فيها مطاطية واضحة جدا وانا بطلعها من البولة، ولكن ما تلزقش في ايدي، ولو لزقت لزقتها خفيفة قوي. ده بالظبط اللي احنا عايزين نوصله. انا هجيب كل اللي في العجينة، ما بحبش ابقي حاجة انا. يلا شايفين ليها لزقة شوية، فنتعامل معاها برشة من الدقيق، رشة بسيطة خالص، هي ما بتلزقش قوي يعني. واللزقة دي هي اللي بتدي عجينة مرنة ومطاطية زي ما انتوا عايزين. وتقولوا لي العجينة في البيت بتبقى ناشفة كده ليه مش زي الجاهزة؟ عشان احنا بنفتكر ان العجينة دي لازم تكون ماسكة قوي وما بتلزقش في ايدينا خالص، ده معناه ان هي مظبوطة. لا، مظبوطة يعني بتلزق سنة خفيف، سواء في البيتزا او في السنبن او في الدونتس او في اي حاجة، محتاجين لزقة خفيفة تخلي العجينة فيها شوية مرونة لما نيجي نسويها. بصوا يا جماعة، شايفين النعومة؟ واضح جدا من منظرها انها ناعمة وزي الفل. قمر. القمر دي هنعمل فيها ايه؟ هناخدها في بولة تختمر لحد ما تتضاعف في الحجم. وتتضاعف في الحجم هنا ده مش تعبير مجازي، هي فعلا بتتضاعف في الحجم. هوريكم دلوقتي بعينيكوا اللي خمرانه واللي مش خمرانه. معانا مين يا نور؟ خلود معانا على التليفون. يا خلود اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا خلود؟ الحمد لله. الحمد لله. يا رب دايما. انت عامله ايه؟ انا زي الفل يا حبيبه قلبي. انا بحبك قوي حبيبتي، تسلمي لي يا رب.
ربنا يخليك. حبيبتي حبيبتي، شكرا يا خلود، نورتيني يا قمر. بصوا استنوا، انا لقيت ميه في البوله بتاعتي. طبعا ما دام البوله فيها ميه ما ينفعش احط فيها عجينه، هتلزقها طبعا. فاستنوا ننشفها. يلا تعالوا بصوا الفرق، دي اللي اختمرت ودي اللي لسه ما اختمرتش. فلما بنقول بتتضاعف في الحجم نحن نعني هذه الكلمه، هي فعلا بتتضاعف في الحجم، ده مش تعبير مجازي او يعني صيغه مبالغه، لا هي بتتضاعف، بتتضاعف، بتبقى الضعف فعلا. فشايفين هي فعلا الضعف. هناخد بقى دي نحطها هنا، نغطيها برول ستريتش ونسيبها لحد يا حبايبي ما تختمر. طبعا في الصيف التخمير بيبقى سهل جدا، مجرد شويه يعني، رطوبه الصيف في مصر كفيله انها تخمر اي عجينه. واحنا دلوقتي ايه، لسه يعني يعتبر الجو ما بردش طبعا، ولكن هو اقل رطوبه وحراره من الاول، فممكن تاخد مننا شويه وقت زياده. المهم نديها وقتها في التخمير، ندي وقت للخميره انها تنشط وتطلق ثاني اكسيد الكربون علشان يرفع العجينه ويديها الهشاشه المطلوبه بعد السوى. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحضر حاجتنا. قبل ما افرد العجينه عايزه اجهز الحشوه. طيب الحشوه احنا ما قلناش مقاديرها، الكيو كارد فينه؟ اهو، قلنا هنمشي واحده واحده عشان ما تتلخبطوش. خلصنا العجينه وقلنا مقادير العجينه، وعايزين والنبي يا جيمي الله يكرمك وانا بشتغل كده فيها نزل مقادير العجينه تاني. ماشي، نقول دلوقتي الحشوه، حشوه السنابون. وحشوه السنابون طبعا هي من احد اسباب نجاحه او فشله. هنحتاج كوبايه ونص من السكر البني، وهنحتاج نص كوبايه من عين الجمل المجروش، ربع كوبايه من القرفه، تقدروا تزودوا او تقللوا زي ما انتم عايزين، بس هو سينابون يعني من اسمه، اسمه سينابون فهو غرقان قرفه، ربع معلقه صغيره من القرنفل المطحون، وربع معلقه صغيره من جوز الطيب، كوبايه من الزبده الطريه، ونبدا نشتغل. ضروري جدا الزبده اللي هنستخدمها تكون زبده من نوع كويس محترم، طعمه اصلا حلو، وكمان تكون طريه علشان اعرف اشتغل بيها تتعجن معايا. انا هجيب جوانتي علشان انا هحتاج جوانتي اعجن بيه الحشوه. والعجينه هنا نزلناها لكم تاني، عجينه السينابون اللي احنا عاملينها جنبينا اهي، نزلت على الشاشه. كل شويه كده يا جيمي تلاقينا ايه سرحانين في حاجه، نزلها لنا الله يكرمك، شكرا جزيلا. الزبده معانا في البوله وهنحط عليها السكر البني. طب يا ساره انا ما عنديش سكر بني اعمل ايه؟ باظت الوصفه كده؟ ما باظتش يا ست الكل ولا اي حاجه. هتجيبي شويه سكر ابيض تفركيهم بعسل اسود ويبقى عندك بديل للسكر البني، ممتاز. حطينا كل حاجه هنا وكل امورنا زي الفل. هنلبس الجوانتي ونبدا نعجن الزبده الطريه مع السكر بشويه الحراره اللي موجوده في ايد الانسان الطبيعي. يعني الموضوع ده هيظبط معانا جدا. يبان في الاول ان ايه، ايه ده، لا ده استحاله تبقى عجينه يعني، ده السكر كتير قوي على الزبده، ولكن صدقوني مع العجن وحراره ايديكوا كله هيظبط. طولوا بالكوا بس وافضلوا كده، انزلوا بايديكوا وافركوا، هتلاقوا الزبده لمت كل السكر وكل القرفه وبقى عندكوا عجينه مرنه. وتقدر تتفرد على السينابن، تقدر تتفرد جواه تبقى حشوه ليه. خلاص شايفين لمت تقريبا يعني. طبعا اثناء ما انتوا بتشتغلوا وبتحضروا التحضيرات دي كلها، نيجي كده قبل ما نلف السينابن على طول او قبل ما يبقى يعني جاهز انه يستوي، نسخن الفرن. ضروري جدا، من احد اسباب نجاح المعجنات دخولها فرن سخن جدا. مهم قوي ان الفرن يكون سخن قوي لما تدخلوا اي صنف من المعجنات، وحقيقي بيفرق في النتيجه النهائيه. بصوا ايه اللي حصل، خلاص بقت كتله واحده عجينه عامله شبه العجوه شويه. دي كده تعرفني ان انا تمام وزي الفل، واقدر استخدمها بعد شويه مع السينابون من غير اي مشاكل. تقدروا تحطوا عين الجمل وسطها، او تقدروا انتوا تحطوها على وش السينابون. انا بفضل احطها على وش السينابون، لان لما بحطها على العجينه واجي افرد العجينه دي على العجينه الثانيه، عجينه الزبده على العجينه الثانيه، بيحصل احيانا ان عين الجمل ممكن يقطع لي العجينه، فبلاش نعمل كده وخلونا ايه في الامان. نشتغل بيها وقتها. تمام، يبقى كده عجينه السكر اللي بالقرفه جاهزه للفرد على السينابون. يبقى فاضل ايه؟ فاضل ان احنا نفرد العجينه بقى نفسها. وطبعا تكنيك فرد عجينه السينابون مهم جدا جدا جدا، ويعني من احد العوامل الفاصله
في نجاح او فشل الوصفه. خلونا نشيل اي حاجه احنا مش محتاجينها، نروق مكاننا كده، وهنرجع نشتغل بالعجينه. عايزين سطح واسع نظيف، عين الجمل جنبي اهي، والحشوه برضو جنبي اهي، سطح واسع نظيف. نفرد عليه العجينه الخمرانه، وقبل ما نحط العجينه هنفرد السطح ده بالدقيق. فين بولت الدقيق؟ اهي. يلا بينا، رش الدقيق كده في كل مكان عشان احنا هنفردها، فلازم يكون تحتها دقيق، يا اما بنعرض نفسنا لاحتماليه انها ممكن تلزق. حلو قوي كده، في بواقي عجينه من ساعه ما كنا بننزلها، اشيلها برده عشان الشغل يبقى كله على نضيف. يلا بينا نشتغل بايدينا على طول، ايدينا نظيفه وهي احسن حاجه للتعامل مع العجينه. ادي العجينه، واول ما بنزلها على طول بايدي كده بساعد. يعني ايه بساعد؟ اساعد في التشكيل، بساعد في التشكيل بان انا بديها الشكل المستطيل اللي هو هيبقى الشكل اللي انا هفرد عليه، فبساعد نفسي بدل ما تبقى مدوره واقعد عافر انا معاها، لا اساعد نفسي واخليها تاخد شكل مستطيلي كده شويه قبل حتى ما ابدا شغل بالنشابه او اي حاجه. عملنا كده نبدا بقى شغل بالنشابه، من النص لبره، من النص لبره في جميع الاتجاهات. عايزين شكل مستطيل، مش لازم طبعا يعني حروفه ملي 90 درجه ولا لازم يكون بالملي، احنا بنشتغل يا جماعه الطبخ 90% منه حب، يعني بالحب بالقلب كده، مش بالملي، مفيش حاجه بالملي. عشان كده بنزعج جدا لما حد يقول لي تخيلوا يا جماعه، والله هضحككم، نزلت مره وصفه فيديو على السوشيال ميديا، كباب حله، كباب حله، يعني مفيش فيه اي تكنيك معقد ولا اي خزعبليه مثلا، يعني ولا اي حاجه لو عملناها هتبوظه، عادي كباب حله عادي بتاعنا ده الجميل. كميه يعني اللي لا كباب الحله ما بيتعملش كده، لا كباب الحله بنعمله كده، لا يا جماعه ما فيش كل ده كباب حله والله، بس هو كل الفكره ان كل واحد بيعمله بطريقته، يعني عادي مش نهايه العالم. الناس احيانا بتبقى متشدده جدا في فكرها ان هي بتعمل كباب الحله بطريقه معينه يبقى دي خلاص طريقه كباب الحله اللي لازم البشريه كلها تعمله بيها، لا خالص. ايه المشكله ان انا احط التاتش بتاعتي وانت تحطي التاتش بتاعتك وحد تاني يحط التاتش بتاعه، فكل مره ناكل كباب حله يبقى بطعمه متجدد احلى وجديد ما نزهقش. تخيلوا لو كلنا بنعمل نفس الاكل بنفس الطريقه قد ايه الموضوع هيبقى ممل، يعني ممل جدا كمان. فبالعكس انا بحب قوي ان يعني اكتر حاجه بتسعدني ان حد يقول لي مثلا عملت وصفتك بس غيرت فيها كده وعجبتني قوي، حلو جدا، وممكن انا اصلا اجرب اللي انت غيرتيه ده، قد يكون جميل ويعجبني اكتر من اللي انا بعمله. فخليكوا كده دايما مرنين في الطبخ وعندكم قابليه لتقبل التغيير من اي حد، عادي جه خالص ما دام ما عملش كارثه. يعني مثلا لو جه حد قال لي انا عملت كباب حله مسلوق، ساعتها هقول لا معلش سوري، كباب الحله لازم يتشوح، يعني لازم هنشوحه بقى. مثلا ساره بتحط بصل، ده نور بتحط عليه توم، ده والله محمد جمال بيزود عليه فلفل، ده محمد ابراهيم بيحب يحط عليه بطاطس، عادي كل ده عادي، بس هو مازال متشوح فكباب حله. لكن ما ينفعش نخرج عن نطاق الحاجه الاساسيه، فاهمين قصدي؟ غير كده براحتكم خالص. هاخد الحشوه بتاعتي اللي انا عملتها اللي هي بالسكر والزبده، وابدا اوزع فيها. بالمناسبه يعني عشان الناس بتبذل جهد فظيع في التوزيع وتقعد تفرد، يعني الموضوع مش بالشده قوي دي، هي في الاخر بتسيح وبتنتشر، فيعني احنا بنساعدها انها تتوزع طبعا مفيش مشكله، لكن يعني ما تموتوش نفسكم انها لازم يعني تبقى متوزعه بالملي في كل حته، مش لازم خالص صدقوني. وبايدينا كده هنبدا نفرد على العجينه. ممكن جدا يساعدنا، عارفين النشابة الصغيرة، ممكن جدا يساعدنا النشابة دي.
نفرد بيها ونبدأ نوزع الحتت اللي فيها في اللي ما فيهاش، يعني بحيث ان ايه اغلبه يبقى فيه، لكن زي ما قلت لكم هي يعني مش موضوع حساس قوي. اهم حاجه بس وانتوا بتفتحوا تبقوا حذرين انكم ما تقطعوش العجينه، وبرده لو اتقطعت العجينه مش نهايه الدنيا، ما تتوتروش. انا عايزاكم ريلاكست كده خالص ومتقبلين ان كل خطا بيحصل وانتوا بتشتغلوا ليه علاج. لو بس تخطينا الحته دي، لان في ناس حرفيا بتتعقد من الاخطاء بتخليها ما تطبخش تاني. فلا والله مش عايزاكم خالص توصلوا للدرجه دي من الرعب، يعني من فكره الطبخ. الطبخ يعني مرن جدا. نوزع، شايفين انا بايدي كده بنعكشها عشان ايه ناخد فرافيت، فنقوم رايحين للحتت اللي ما فيهاش خالص، وكل ده في الاخر بيسيح جوه العجينه وبيتوزع تمام جدا. بس احنا طبعا بنعمل دورنا وبنساعد. كده نجيب على الاطراف مش كلها، يعني ما نجيبش الاخر الاطراف، نجيب لجزء كده بس منها. اعتقد يعني احنا تمام قوي كده. نضغط بقى، نضغط ليه؟ عشان تمسك الحشوه في العجينه. احنا قاعدين نفرفتها وعايزين نمسكها بقى تاني. حلو قوي كده، تمام زي الفل. فاضل لنا ايه اللي طلعناه من المعادله؟ عين الجمل. هناخد عين الجمل كده ونوزع كده على كل العجينة بالتساوي، بحيث ان كل حتة يبقى واصلها عين الجمل. وبرده عين الجمل لما ناخده هنضغط بايدينا ضغطة كده نثبته مكانه واحنا بنكلم اسماء. يا اسماء اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. ازيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. يا رب دايما. العفو حبيبتي، اهلا بيكي. من فضلك بس انا محتاجه طريقه بسكوت القرفه. تمام. وبسكوت الشوفان. تمام. احنا والله ممكن نعمل حلقه بسكوتات، تكتبي عندك يا نور، نعمل حلقه بسكوتات يكون اساسي فيها بسكوت القرفه والشوفان، الاثنين فعلا مطلوبين جدا. انا شخصيا من مدمنين الاثنين، بحب جدا بسكوت الشوفان واي بسكوت بالنخاله بحبه جدا، وبسكوت ينسون. اكتبي يا نور كمان الحلقه دي بقى فيها بسكوت ينسون. بسكوت اليانسون ده بقى ادمان، يعني انا عايزه اقول لكم بطلت اجيبه من كتر ما باكله، يعني ممكن اكل علبه كيلو عادي جدا. فبسكوتات جميله قوي. فردنا كله تمام، عجينه مظبوطه، الشكل منسق. نبدا نلف. هبدا كده بايدي بالراحه على الهادي على الهادي يا زبادي خالص. شايفين بالراحه خالص. ليه بلف بالراحه؟ عشان عايزه اللفه تبقى ضيقه بالراحة خالص. عالضيق عشان يبقى الحشوة ممسوكة جوه. الله عليكم. وكل كده ملف التك، اضمن ان الدنيا ملمومة كلها. الله، بس بقى عندي رول سينابون. تعالوا لي بقى كده هنا. هنعمل ايه؟ هنيجي كده عند الفتحه بتاعه العجينه ونقرص بايدينا. نقلع بقى الجوانتي خلاص، احنا مش محتاجين جوانتي، الحته بتاعه السكر والزبده والكلام ده راحت. نقرص بايدينا نقفل. بس كده بقى رول السينابن موجود. الاطراف دي بتبقى دايما عجينه فاضيه، واحنا دايما بنعمل كده او يعني بيحصل كده واحنا بنلف عادي، ده طبيعي ومتوقع. وهنبدا نقطع. هشيل كل حاجه فاضيه وانا بكلم هاجر ونرجع نقطع. يا هاجر اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا هجوره؟
الحمد لله. الحمد لله. قولي لي عامله ايه؟ انا زي الفل يا حبيبه قلبي. انا بحب الصوت قوي. ايه؟ مش سامعه يا روحي. انا كمان بحبك. تسلمي لي يا رب. يلا نقطع بينا. يلا بينا. هنجيب بقى ايه؟ نجهز صينيتنا. والصينية انا دايما بفضل ان الصينية اللي هسوي عليها سينابن اللي هسوي عليها اي حاجة فيها سكر يكون عليها مفرش سيليكون، عشان السكر بينزل على الصينية بيتحرق، انتوا عارفين بقى، والكراميل وبيبهدلها والكلام ياده. لا مش عايزين نعمل كده في حاجتنا، عايزين نحافظ على حاجتنا. فايه اللي يحافظ على حاجتنا؟ مفرش سيليكون جميل، وبقوا متوفرين في كل مكان دلوقتي ووجودهم مش حاجة صعبة. الرول بتاعي قدامي اللي هيتقطع ويبقى سينابن، هستخدم ايه لتقطيعه؟ هستخدم حاجه غريبه شويه، ولكن هي من وجهه نظري احسن حاجه بتدي نتيجه، وهي الدنتال فلاس او الخيط بتاع تنظيف الاسنان. ليه الخيط ده نافع وكويس؟ لانه حامي جدا، بلاستيك، فهو حامي جدا، بيعور حتى لو واحد ما بيعرفش يعمل سنانه بيه ممكن يعور نفسه في اللثه جامد جدا. فهو خيط حامي جدا زي السكينه، بيبقى جاي في علبه كده، في بقى 100 نوع، يعني مش نوع معين، اي واحد هينفع. وبنشد منه كده حبه على قد ما احنا محتاجين. وبنعمل ايه؟ بصوا، بنيجي تحت العجينه كده ونقوم، شايفين انا عديته تحت العجينه اهو، ناحيه اهي وناحيه اهي، واقوم جايبه الاثنين عكس بعض واشد. شايفين يا جماعه قد ايه بيقطع قطعه حاده؟ بصوا زيه زي السكينه، يا ممكن يعور حد في صبعه جامد. انا شلت بس الحته اللي كلها عجينه وهاجي اقطع الباقي. يلا بينا بنفس الطريقه تاني. تعالوا بصوا، عدينا عدينا تحت العجينه وجينا عند الحته اللي احنا عايزين نقطعها، عملناهم عكس بعض وشد، يطلع معايا متناسق الشكل وحد الأطراف من كل ناحية. تعالوا بقى نشتغل بسرعة نخلصهم نخلصهم. يلا كده اهو، وقطعنا، واللي بعده تأكدوا بس ان ايديكوا ايه قد بعض عشان تبقى متناسقة الحجم. ناخد ام رضوى على التليفون واحنا شغالين. يا ام رضوى اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيف سارة. وعليكم السلام، اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا وسهلا حضرتك. الله، لو سمحت عايزه اللانشون. لانشون من عيني الاثنين. احنا ممكن نعمل لانشون الحقيقه كمان، احنا موسم مدارس المفروض نعمله. حاضر يا من عيني الاثنين. تحبي اعمله ولا انزله لك على الشاشه دلوقتي؟ اللي تحبيه حضرتك. الافضل ليكي يا حبيبتي، انا كله متاح. ماشي انا هستنى. خلاص حلو، احسن كده برضو. حاجه لما بتتشاف بتبقى اوضح وبتدي نتيجة أحسن. اكتبي برضو يا نور عندك نعمل حلقة لانشون من فضلك. بصوا احنا كده ايه، التقطيع شغال زي الفل. وأمورنا ماشية تمام بنفس الطريقة. عدي من تحت. أهم حاجة بس أخليهم كلهم نفس المقاس، وخدوا بالكم على ايديكم وانتوا بتشدوا الخيط لأنها حامية جدا، الخيط حامي جدا، فحقيقي ممكن يبقى حامي على ايد حد يعوره. يلا بينا. شكله بصراحة اعتقد يعني باين هو قد ايه الشكل مظبوط، واوعدكم يعني ان الطعم مظبوط زي الشكل بالظبط، لان في حاجات مش مهم، يعني مش يعني في مش الشكل مش كل حاجة طبعا. اي نعم مهم ان الاكل يبقى شكله حلو، ولكن يا سلام يا فرحتي ان شكله حلو وطعمه وحش، صح؟ فاحنا شكل وطعم يهمنا، شكل وطعم. ادي اعتقد دي قبل الاخيرة، وادي اخر واحده. اخر واحده اهي. هنرص على العجينه على الصينيه وتطلع فاصل وانا برص. دي العجينه الجنب الفاضي، ونيجي للصينيه بتاعتنا ونبدا نرص. مش مهم خالص ان السينابن يكون ملزق في بعضه، عادي انا بحب الزقه في بعضه كده شويه عشان الطرف ما يتفتحش. يلا المجموعة التانية، ونرص على الصينية. ممكن يعني نباعد شوية
طبعت حاجة بسيطة. ويدي صف كمان. فاضل لنا واحدة ممكن نزنقها في الصف ده. بس وتمام كده. نعمل ايه؟ طبطيطة صغيرة كده. لكل واحدة. واحنا كده زي الفل. اعتقد واضح هو قد ايه مظبوط في التقطيع وقد ايه التقطيع حاد ومطلع شكله مظبوط. هنطلع فاصل صغير جدا ولما ترجعوا اكلمكم عن الخبز بنخبز في فرن ازاي ودرجة حرارته ايه. فاصل صغير ومستنياكم. ورجعنا من الفاصل والسنبن بتاعنا جاهز ودلوقتي وقت السوى. نتكلم بقى عن السوى. مبدئيا الصينيه القمر دي هتدخل فرن زي ما اتفقنا سخن جدا جدا جدا. نسيبه يسخن مده حلوه يا جماعه، عايزينه بجد سخن. وهندخلها في الرف اللي في النص كده. الحراره شغاله من فوق وتحت، وطبعا يا بخت ويا هناء اللي عنده مروحه لازم يشغلها لان دي معجنات، والمعجنات المروحه دايما دايما بتخلي سواها احسن. درجه حراره يعني 200 هيكون كويس قوي، ممكن 220 كمان، بس ما افضلش افضل 200 عشان في سكر مش عايزينه يتحرق. وهنسيب السنبن يستوي لحد ما احنا نعمل الصوصات بتاعته. طيب السنبن القمر ده محتاج ايه؟ محتاج الصوص الابيض اللي كلكم بتحطوه، هو بيعتبر كريم تشيز فراستنج او صوص يعني او جبنه كريمي، يعني صوص جبنه كريمي. وهنعمل كمان صوص شوكولاته، وهنعمل كمان ان شاء الله صوص كراميل. تعالوا اول حاجه نبدا بيها صوص الكراميل. صوص الكراميل بنحط 2 كوب من السكر على نص كوباية من المية على ربع كوباية من الزبدة ونص كوباية من الكريمة، وممكن نبدلها بلبن، ونص معلقة صغيرة من سائل الفانيليا. عايزين نجيب طاسة ونحطها على النار نسيح السكر أو ووك. أنا أفضل ووك علشان تعرفوا تقلبوا براحتكم، ما يبقاش التقليب ايه معضلة، تبقوش خايفين وانتوا بتقلبوا لا يقع بره. هعلي النار لحد ما السكر يسيح، برجع وطيها تاني على الميديم وهوزع السكر يلا بينا. هو الصراحة يعني الافضل انه يبقى في طاسة يعني عشان الحق، ليه؟ عشان يبقى مفرود. فضل انا بدلته في صاد. يبقى كده مفرود على مساحه كبيره، ما يبقاش في حاجه بتتحرق من تحت واللي فوق لسه ما استويش. فنعمل ايه؟ نعمل الصح. ادي الصح زي ما غسان مطر قال. يلا بينا. وادي الكريمه هنحطها هنا. ما بنجيش طبعا ناحيه السكر ده دلوقتي خالص، بنحط له بس الميه. ما دام مفيش فاهم اللي بالي بالك. لا والله نفس تماما بالظبط والله، ولا حاجه زادت. بقول لك ايه، ده بالعكس في حاجات سلبيه كمان، بس يعني ملهاش علاقه بالشغل، بس هي الفكره انت فاهم بقى. يلا بينا. ادي كده الدنيا تمام. سكر ما بنقلبش بقى، كراميل ما نقلبوش. لو قلبنا الكراميل بيحصل تسكير، السكر يعمل كريستالات سكر يبوظ مننا الكراميل خالص. فاحنا بنحط بس الميه كده ونسيب السكر يشربها، ونسيب الكلام ده على النار بقى مع نفسه. في اثناء ما هو على النار مع نفسه تعالوا نقول مقادير. نعمل ايه يا ساره؟ تعالوا نعمل صوص الكريم تشيز. الكريم تشيز فروستنج او الصوص الابيض اللي بيبقى دايما على السنبن وبتحبوه جدا عباره عن
كوبايه من الجبنه الكريمي ونص كوبايه من الزبده الطريه، كوبايه من السكر الباودر، ومعلقه صغيره من سائل الفانيليا. في طرق كتير جدا الناس بتعملها، معرفش بيضربوا ايه بايه، بيشيلوا الزبده، عادي كل شيخ وليه طريقه، مفيش حاجه اسمها ده طريقه ساره صح وطريقه فلانه غلط. كل واحد بيطبخ بقلبه وبيختار الطريقه اللي هو شايفه ان هي عاجباه، عادي. وبعدين هي ناس اذواق برضو، ما ممكن الطريقه اللي تعجبني ما تعجبكيش او العكس صحيح، فندي مجال للاختلاف، مفيش مشكله خالص. مدام ايه، في حاجات كده اساسيه، يعني هيجي مثلا حد يقول لي لا ده انا ما بعملوش بالجبنه الكريمي، هقول له لا ستوب، يعني هو اصلا فروستنج كريم تشيز، يعني ازاي ما يبقاش فيه الكريم تشيز بقى ذات نفسها، ده كلام مش منطقي. لكن لو حد بيضيف اضافات غير او كده ما فيش اي مشكله. وادي الزبده، الزبده لازم، ده نفس الكلام اللي قلناه على عجينه او على حشوه السينامون، لازم تكون من نوع كويس ولازم تكون طريه، ما تبقاش ناشفه يا اما مش تظبط معانا. هنبدا دلوقتي بضرب الزبده. احنا ما عندناش مضرب البيض صح؟ مش حاطينه؟ لا، عايزه مضرب بيض ممكن؟ تمام، عبال ما تجيبوا لي مضرب البيض خلوني اقول مقادير صوص الشوكولاته كمان بالمره. صوص الشوكولاته كده اخر صوص معانا النهارده، وطبعا دي الثلاث صوصات اللي ممكن نستخدمها مع السينابن، وكل واحد بقى بذوقه، اللي بيحب الشوكولاته، بيحب كراميل، بيحب ميكس من كل دول، كل ده متاح. صوص الشوكولاته هو صوص الشوكولاته الموفر اللي بنعمله دايما في سنه اولى طبخ، انتوا عارفين انا مخلصه ليه تماما وهو صوصي المفضل ما بغيروش. كوبايه زيت وكوبايه سكر باودر ونص كوبايه من الكاكاو الخام ونص كوبايه من الحليب، نص معلقه صغيره من سائل الفانيليا، وبس كده. ممكن رشه من الملح بس نضيفها عليه. طبعا يعني اعتقد ان كل اللي بيتفرجوا على سنه اولى طبخ خلاص حفظوا الصوص ده زي اسمهم، ويعني انا سعيده من ده لان هو صوص جميل جدا جدا وموفر جدا جدا عن كل الصوصات اللي موجوده في السوق وموفر برضو عن اني اعمل جناش. ادي الزيت، ادي اللبن، انا بحب احط السوائل الاول، ادي الفانيليا، السكر الباودر، الكاكاو. ما ينفعش يتعمل بسكر عادي، بحذركم مش هيدوب وهيخرز ومش هيبقى صوص ناعم خالص، لازم يتعمل بسكر باودر. قبل ما اضرب بالمضرب الهاند بلندر تعالوا بس نقلب شويه علشان الكاكاو ما يهبش في وشنا، فنخلطه بس، نخلط كل حاجه وبعد كده نضرب بالهاند بلندر. طيب الصوص ده ممكن يتعمل بالهاند بلندر او بالكبه او في الخلاط، التلاته هينفعوا. على فكره ينفع يتعمل بالمضرب السلكي عادي خالص، كل الموضوع اني هضرب اكتر بشويه، يعني هياخد مني وقت اكتر في الضرب علشان يطلع مظبوط، ولكن هيطلع عادي، بس يعني ايه، ممكن بس دراعي يوجعني شويه. يلا رشه الملح، رشه الملح على اي حاجه شوكولاته بتضيف ليها. وتعالوا بس انا هاجي هنا علشان اقرب من الهاند بلندر، يلا بينا. ادي الهاند بلندر وننزل على صوص الشوكولاته. هوريكم حالا الصوص القمر. نشد الايربيس، يا
يلا بينا. تعالوا نشوف الصوص قوامه عامل ازاي. ده خلاص مش عايزينه، شكرا. بصوا يا جماعة، روعة، لمع روعة. شايفين بيعكس الضوء من كتر ما هو لامع. حاجة عظمة. تعالوا نبص على الفرن كده، الفرن فاضل له حاجة بسيطة ونطلعه. شايفين كده الصوص جاهز وانا مبسوطة منه جدا. المعلقة دي هتقع لو سيبناها في الطبق، فخلينا نحطها هنا. وهنا محتاجين بس ندي تقليبة، ودايما يعني قلبوا الكراميل كده، ما تقلبوهوش بطريقة تانية. وهو كده وصل للون تحفة. انا عايزة اوطي النار، ده اول حاجة اوطي النار خالص، واجي دلوقتي احط الزبدة. وانا بكلم ام ميدو. يا ام ميدو اهلا وسهلا. ازيك يا فهد؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ وحشاني خالص. وانت كمان يا جميلة، عاملة ايه يا حبيبتي؟ الرز اللي انت جبته ده جميل قوي. ايه هو؟ حبيبتي تسلم يا رب، تسلم يا رب، تسلم يا رب، كلك ذوق. بسلم عليكي بس عشان وحشاني حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب ويعزك، اشكرك. وسلمتي على ربنا يشفيكي يا رب. انا مش سامعه خالص هي بتقول ايه، مش صوت. ربنا يشفيلك باباكي يا رب. يا حبيبتي ربنا يخليكي، يا ربنا يخليكي، كلك ذوق يا حبيبه قلبي، تسلم يا رب، تسلم يا رب، كلك ذوق، اشكرك يا حبيبتي. احنا حطينا الزبده وحطينا الكريمه وبنقلب دلوقتي مجرد يسيحوا ويغلوا غلوه، مش اكتر من كده. طبعا هما بيغلوا من الاول يعني، لان ده سكر حرارته بتبقى فظيعه. وانا شايفه ان كده حلو قوي يتشال من على النار حالا. واحنا بنكلم مدام سميره. انا بحب الكراميل يعني. السلام عليكم. المتوسط كده. وعليكم السلام يا مدام سميره. انا هحط الفانيليا وانا بكلمك. ازيك يا حبيبتي؟ طيب بصي، الله يكرمك، انا عايزه اسالك بس سؤال بسيط. اتفضلي. لو انا جاي لي ناس مثلا بكره وعايزه اعمل سينابون، سينابون يعني ياكلوه طازه، تمام. ممكن انا اعمله النهارده مثلا وبكره اسخنه في الميكرويف؟ ممكن، ممكن، مفيش مشكله. ولو اني افضل انك تعمليه وتسيبيه في الثلاجه وتسوي، ما تسوي قبل ما يجوا على طول. يعني اعمله وعجنه والفه وكله واسيبه في الصينيه؟ وسيبيه في الصينيه في الثلاجه، ما يجعلوش حاجه بقى خالص، مش هيخمر زياده او حاجه. لا في الثلاجه لا، لفيه بس بستريتش كويس، واحضر الصوصات وكده، ويبقى ثاني يوم اسوي واحط بالظبط كده، يدخل الصينيه معاكي مفيش 10 دقائق ربع ساعه. وشكرا على ذوقك واخلاقك وما شاء الله عليكي، ربنا يكرمك يا رب. اشكرك يا حبيبه قلبي، تسلمي ونورتينا وشرفتينا، اهلا وسهلا بيكي. تعالوا بصوا لي بقى على الكراميل الفظيع ده. اللون وهمي، القوام مليون وهمي، حاجه كده عظمه. شايفين؟ وطبعا احنا لازم لازم نشيله من على النار خفيف كده. ليه؟ علشان هو لما يبرد هيتقل، ولما يتقل لو انا اصلا شايلاه تقيل هيبقى كلكيعه كده ملهاش اي يعني مجال من التعامل، خلاص مش هعرف استخدمه اصلا. شايفين عندنا شويه صوصات النهارده يعني من الاخر، من الاخر. يلا نعمل الصوص الابيض ونطلع الفاصل. تعالوا بس نشيل كل الحاجات الفاضيه دي. هنا اهو صوص الكراميل، ودي صوص الشوكولاته. فاضل ايه هنا؟ السكر والفانيليا بتوع الصوص التاني، والبوله دي برضو فاضيه، والبوله دي فاضيه. ننظم بس مكان شغلنا، وعيننا على السينابون اللي في الفرن ده ما ننساهوش. ويلا نضرب ده عشان ده اخر حاجه فاضله لنا. نجيب مضرب الكهرباء اهو، الولاد دخلوه، نحطه بس في الفيشه بعد اذنكم ثانيه. يلا. اي المضرب صح، المضرب صح يا عم جيم. انت بالورب، ايه المشترك الغريب ده؟ المشترك بالورب يا جماعه، تخيلوا اول مره اشوفه. يعني عارف ان النقطتين مش قدام، مش كده، مش ستريت كده يعني. حركات. يلا بينا. لا تاتش جامد.
الجبنه مع الزبده الطريه اول حاجه. بس مجرد بس يدوبوا. هاجي دلوقتي احط الفانيليا والسكر، هضرب على سرعة هادية ليه؟ عشان السكر البودرة ما يطرش كله في الهواء. بالظبط زي ما حصل. لا ده انا عايزة اقولك بقى لو انا على سرعة عالية كان زمانه على وشي كان زماني عاملة ماسك. تمام السكر الباودر كله اتخلط خلاص فاقدر اعلي دلوقتي. زي الفل كده. ممتاز. طيب احنا بس يا جيمي بعد اذنك يعني هنعمل حاجة واحدة قبل ما نطلع فاصل، وهي ان احنا نطلع السينابون ده ونغرقه بالصوص الابيض وهو سخن عشان يسيح عليه. ممكن؟ اه يعني دي شوت كده على 100. يلا وانا عارفه ان انت اصلا ايه عايز تطلعني فصل عشان تظبط شطتك، فانا بديك اهو اللي انت عايزه. يلا بصوا بقى هشيل لك كل حاجه، اصبر عليا هروق لك الدنيا كده عشان نبدا نقدم الجمال ده. ما ينفعش يتقدم غير على على نظافه. يلا بينا نروق مكاننا ونيجي كده بمعلقه او اي مغرفه صغنطوطه. فين انا؟ دول اللي انا بحبهم. يلا بينا. بصوا بقى وهو سخن كده تيجوا ولو حاسين ان الصوص محتاج يخف شويه ممكن تخفوه بلبن او ميه. استنوا انا هخفه. عندي شوية لبن ورا خفيت بيه، بس معرفش ليه لما حطينا اللبن الصوص خرز تقريبا كده، تقريبا والله اعلم ان اللبن ده كان مخلوط بيه ميه فعشان كده خرز. استنى طب خلينا نطلع فاصل. اه خلينا نطلع فاصل اشوف البتاع ده الصوص ده خرز ليه، اظبطه بس هو عايز ضربه ونكمل حلقتنا مستنياكم. ورجعنا من الفاصل ودلوقتي بنرص السينابون اللي انا عاملاه، حطينا عليه صوص الجبنه ودخلناه على حراره الفرن، بس الجبنه ساحت وبقت مغرقاه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. اعتقد انا مش محتاجه اقعد اقول قد ايه هو حلو وقد ايه هو فظيع وقد ايه هو واو، يعني الصوره احيانا بتعبر احسن بكتير جدا عن الكلام. وفي الاول وفي الاخر الواحد شهادته في حاجته مجروحه، فانا هسيبكم انتوا تحكموا من المنظر. طبعا الصوص الابيض مجرد ما بينزل على السنابن وهو سخن بيسيح، لو لقيتوه كمان ايه
يعني لسه مسحش للدرجه اللي انتوا عايزينها، تقدروا تدخلوه الفرن يحصل المنظر اللي انتوا شايفينه ده، وتبقى حاجه كده ايه برضو عظمه. عظمه هي الكلمه الرسميه لحلقه النهارده. نوسع كده، ناخد واحده هنا. الله ما شاء الله. ما شاء الله، بصوا من كتر ما العجينه يا جماعه مستويه مظبوط، يعني هي مش ماسكه حتى في بعضيها، بتفك الرول، بيفك من كتر ما هو يعني هش هش جدا جدا جدا. انا بزنق دلوقتي عشان اخد واحده كمان تيجي جنب اخواتها اهي، اخر واحده. تعالي بقى تعالي بقى، ما تغلبنيش. يلا بس كده، شكرا. ما اعتقدش ان احنا عايزين منظر افظع من كده. نشيل بقى الكلام ده، وهنيجي نحط صوص كراميل وصوص شوكولاته، وده طبعا اختياري، يعني ممكن ما نحطش خالص. ده الكراميل اللي احنا عاملينه في الحلقه. طبعا بصوا الكراميل اول ما بيبرد يمسك، فاحنا ممكن بس نحطه يدفى، يدفى على النار. عشان نستخدمه، ونقدر نيجي مثلا هنا، تعالوا ننوع بقى، خلوا ده كده ساده، تعالوا نجيب الطبق ده مثلا نعمله شوكولاته. فاللي عايزين نعمله شوكولاته هناخد عفوا من صوص الشوكولاته، ونحط حبه عليه. حبة شوكولاتة كده ايه حلوين بتاعتك اهي يا جيمي. هو انا تقريبا الايربيس وقع صح؟ ده انا مش سامع اي حد، ما سمعتش كاونت حط. اه وقع، استنى احنا بنكلم، استنى استنى نحاول. اتكلم كده؟ اه كده خلاص تمام، اتلبست. يلا. اه بتاعتك اهي الشوكليت. يبقى واحده اهي شوكليت لجيمي، لان هو موصيني، قال لي انا عايز واحده شوكولاته بس. تعالوا نعمل طبق كراميل، واللي بالشوكولاته دي هنعمل لها ايه؟ بصوا انا مجهزه عين جمل هنا. وحداية على وش كل. سينابوهية. مش عارفه اسمها ايه، الجمع يبقى ايه مش عارفه. وادي الكراميل، الله دفي تاني، فرجع سائل تاني اعرف اتعامل معاه. طبعا اللي عايز يخفه بلبن اكتر مفيش مشكله، اللي عايز يخفه بكريمه اكتر برده مفيش مشكله، المهم يبقى زي ما انتوا عايزين. ناخد صوص الشوكولاته ونجيب صوص الكراميل. بسم الله الرحمن الرحيم. وده بقى هنغرقه كراميل. حاضر. ما هي مش تبقى حاجات حلوه غير لو انا حطيت عليها الصوصات، فاهم؟ اه يلا حاضر. اه هكمل معاك. ودي كده كانت حلقه السينابون العظيمه، اللي مهما نعملها بصراحه حلقه جميله وبتساعدنا جدا في التصوير وفي التنفيذ وفي كل حاجه، بتبقى حلقه كده حلقه بهجه. اوف اوف اوف، بزازان بزازان، في بزازان اوفر دوز. اه استنى بقى، استناني بقى، تعالى خد العين الجمل واحنا بنحطها على الوش. عين جمل باظظ خالص، عين جمل. وكده بقى عندنا طبق بالكراميل، يلا نجيبه جنب اخواته. وتاني تعالوا افك، انا بقى هقعد ازوق وبتاع. بصوا العجينه، انا بس عايزه اوري العجينه، وريهم العجينه. دي العجينه اللي عملناها على الهواء، بصوا بتخمر ازاي، مع ان البلاتو بارد جدا بس هي عماله تخمر، فتخيلوا في البيت بقى هتخمر معاكم بسهوله ازاي. هنجيبها بقى على جنب ونقدم
القمر اللي احنا عاملينه ده عايز. حاضر حاضر. ها العكس؟ تمام كده؟ ماشي. وادي ماشي ده كده تمام بالنسبة لك؟ يلا عندنا يعني تشكيلة عظامة. ماشي. يبقى النهاردة بفكركم تاني ان حلقتنا اعادتها الساعة 8 بالليل عشان حلقة السينابون دي كله بروح البيت الاقي كله بيسألني اعادة الحلقة امتى؟ فهو اعادة الحلقة النهاردة الساعة 8 بالليل. وطبعا بفكركم ان كل حاجة عملناها النهاردة بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصة بالقناة بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود والخاصة بيا سارة عبد السلام بالعربي او بالانجليزي. الصوصات دي ما بنسيبهاش طبعا، بنحطها في صوصيرة ونقدمها عشان اي حد حابب يأدي يزود صوص يبقى عنده. وكده يا جماعة نبقى عملنا النهاردة كل ما يخص السينابون. بلاش لا انت مش ستيبل قلقتني. اتمنى يا رب ان الحلقة تكون فادتكم وعجبتكم، واتمنى ان المحتوى اللي بنقدمه لكم بيكون محتوى مفيد. كل حاجة بنعملها النهاردة بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصة بالقناة بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود والخاصة بيا سارة عبد السلام بالعربي والانجليزي. اشوفكم ان شاء الله على خير بكرة في حلقة جديدة من سنة اولى طبخ. انا هكمل صب الصوصات. مع السلامة.